بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في خدمة دروس مدرسة التطوير الإلكترونية. بإذن الله اليوم راح نشرح مع بعض درس البرمجة الخطية والحل الأمثل. الدرس هذا موجه لطلاب الصف الثاني ثانوي مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول، مراجعة وتعديل الدرس أستاذ عبد الحسن والمعلم المقدم عادل الدوسري. نبدأ مع بعض الدرس. راح نتعلم بإذن الله في هذا الدرس البرمجة الخطية، أيضا كيفية إيجاد القيمة العظمى والقيمة الصغرى، في النهاية راح نتعلم كيف نوجد الحل الأمثل. نبدأ في معرفة معنى البرمجة الخطية. البرمجة الخطية هي طريقة لإيجاد القيم العظمى أو الصغرى لدالة تحت القيود، أي متباينات خطية، وتوجد القيمة العظمى أو الصغرى عند رؤوس أحد رؤوس منطقة الحل، مثل ما هو موجود في الدرس اللي قبل هذا اللي هو الدرس الخامس من الوحدة الأولى. تعلمنا فيه كيف نوجد رؤوس منطقة الحل. درس اليوم إكمالا له راح نعرف الفائدة من الرؤوس هذه الآن، أن نوجد عندها القيمة الصغرى والقيمة العظمى. إذن نقطة مهمة أن القيمة الصغرى أو العظمى فقط موجودة عند رؤوس منطقة الحل. طيب نجي الآن نشوف وش منطقة الحل. عندنا منطقتين الحل. المنطقة الأولى منطقة حل محدودة أو نسميها محصورة بقيود، مثلا نفس المنطقة اللي هي موجودة محصورة بين القيد هذا اللي هو خط مستقيم، وكذلك القيد هذا خط مستقيم، وكذلك خط مستقيم هذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا المنطقة هذه هي منطقة الحل، نلاحظ أنها محصورة ما فيها أي جهة مفتوحة. الآن النقطة الثانية، بما أن المنطقة الأولى محصورة، إذن المنطقة الثانية راح تكون إيش؟ نأخذ مشاركتكم. المنطقة الجزء منطقة الحل منطقتين، إما محصورة أو حل محدود، أو الشيء الثاني إيش راح يكون؟ راح تكون منطقة حل غير محدودة أو مفتوحة. هذا راح ناخذ الشكل هذا يبينها لنا. نلاحظ أن المنطقة هذه مفتوحة من الجهة اليمنى غير مغلقة، إذن هي منطقة حل غير محدودة، أي مفتوحة. و نلاحظ هذا في الشكل الموجود عندنا أمامنا. طيب وش الفرق بين منطقة الحل المحدودة والغير محدودة؟ منطقة الحل المحدودة لما نجي نحل راح تطلع معاي قيمتين، إما صغرى راح تطلع معاي القيمة في الرؤوس، راح تطلع معاي القيمة الصغرى والقيمة العظمى. أما منطقة الحل غير المحدودة هذه لا، إما عظمى أو صغرى، ما تجتمع فيها القيمتين. المحصورة اللي المحدودة تجتمع قيمتين، قيمة عظمى وقيمة صغرى. أما غير المحدودة فإما صغرى أو عظمى. الآن نبغى نشوف مع بعض المثال هذا. حدد نظام المتباينات المختلف عن الأنظمة الثلاث الأخرى. هنا في واحد من الأشكال شاذ عن الباقي، ما هو؟ في أحد الأشكال هذه، إما A أو B أو C أو D، شاذ عن الأشكال الباقية. نأخذ مشاركة البقية. هنا هبة تقول B. فعلا
هو المنطقة، هو الشكل بي. لماذا؟ لأن نلاحظ المنطقة A محصورة، وكذلك السي محصورة، المنطقة منطقة الحل، وكذلك الدي محصورة، أما البي فهي مفتوحة، إذن هي المختلفة. الآن نجي إلى الحل، كيف راح نحل؟ أعطاني في المثال مثل كل نظام مما يأتي بيانيا، ثم حدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة. هذه الدالة راح نسميها فيما بعد دالة الهدف، راح نستفيد منها في إيجاد الحل الأمثل. الآن نبدأ خطوة خطوة، نبدأ بالمتباينة، هذه المتباينة الأولى اللي مظلل عليها باللون الأزرق، راح نرسمها ونحدد إحداثيات. بعد ما نرسم ونخلص من رسم جميع المتباينات راح نحدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل. الآن أول خطوة، راح ناخذ المثال الأول هذا بجميع الخطوات، بعدها راح نمشي أسرع في الأمثلة السابقة، لأن هذه متبايناتها ورسمها سبق واندرست وشرحت في الدرس الرابع والخامس، والآن احنا نعيدها في الدرس السادس. نجي الآن للمتباينة الأولى. عشان أرسم المتباينة ألغي رمز أو علامة المتباينة وأخليها يساوي. أول خطوة في رسم خط المستقيم هي إيجاد أي نقطتين. طبعا المستقيم يتكون من نقطتين في أكثر، احنا نحتاج فقط نقطتين، نختار صفر واثنين. لما نعوض عن الصفر مكان الإكس يكون سالب اثنين ضرب صفر كم تساوي؟ سالب اثنين ضرب صفر صفر، إذا يبقى عندنا ستة اللي هو قيمة الواي. الآن ناخذ القيمة الثانية اللي هي اثنين، لو عوضنا سالب اثنين ضرب اثنين كم تكون؟ سالب أربعة، سالب أربعة زائد ستة تكون الإجابة اثنين. إذا عندي نقطتين راح أرسمهم اللي هي صفر وستة واثنين واثنين. نجي الآن راح أرسمهم، رسمنا النقطة الأولى هاي صفر وستة، النقطة الثانية اثنين واثنين. الآن راح أوصل بينهم بخط مستقيم، لكن يبقى هل الخط المستقيم اللي راح أرسمه مقطع ولا متصل؟ راح يكون متصل. ليش؟ لوجود علامة المساواة هنا. نجي الآن نرسم الخط المستقيم، تمام صحيح المساواة، نرسم الخط المستقيم. الآن تبقى عندنا مثل ما نعرف أن هذه متباينة وحلول المتباينة غير محدودة، معناته عندي منطقة حل، ليس ما عندي حل واحد، لا عندي منطقة من الحلول. فالآن هل منطقة الحل اللي بالجهة هذه أو بالجهة هذه؟ من يشاركنا في هذا؟ هاي طبعا سبق وأن شرح في الدرس الرابع والخامس، والآن نعيده في السادس تحت يعني الجهة اليسرى. طيب صحيح منطقة الحل في الجهة الأسفل أو اليسار الجهة هذه، هذه منطقة الحل. أي نقطة في الجهة هذه تعتبر نقطة صحيحة لأنها أصغر، صحيح لأنه أصغر، إذن بتكون الجهة اليسرى. نجي إلى الآن المتباينة الثانية اللي في الوسط هذه، وراح نشتغل عليها باللون الأزرق باللون الأخضر عشان يكون معانا التظليل واضح. أول خطوة نفس الخطوة، حولنا علامة المتباينة إلى مساواة. ثاني خطوة نفس الشيء، نأخذ جدول ونختار أي قيمتين لرسم خط مستقيم، اخترنا قيمة سالب أربعة وسالب اثنين. لو عوضنا بالسالب أربعة هنا راح يكون ثلاثة ضرب سالب أربعة كم؟ نأخذ مشاركاتكم في الشات. سالب أربعة ضرب ثلاثة كم؟ بتكون سالب 12. إذن سالب 12 هنا زائد 12 بتكون الإجابة صفر، تكون قيمة الواي صفر. نأخذ الآن سالب 2، لو قلنا سالب 3 عفوا سالب 2 أي وحدة؟ أربعة. ممكن توضحين يا هبة؟
الأربعة، أي شيء تقصدين بالأربعة؟ نحن ما اخترنا سالب أربعة، اخترنا، وحتى لو اخترنا أربعة، أي نقطتين صحيحة؟ أي نقطة الإكس هنا سالب أربعة وسالب اثنين، أي نقطتين بإمكاني إني أرسم فيهم خط مستقيم؟ فما يهم الاختيار، أي نقطتين تمشي معنا، لكن أحيانا نختار النقاط اللي تسهل علينا الرسم. هنا اخترنا سالب أربعة لأنه عرفنا لما نضرب 3 في سالب 4 بيكون سالب 12، سالب 12 مع 12 صفر، سهلت علينا الرسم. ولا أي نقطة صحيحة؟ طيب نجي ننتقل للنقطة الثانية اللي هي سالب 2، لو قلنا 3 ضرب سالب 2 بتكون سالب 6، تمام؟ سالب 6 زائد 12 كم بتكون النتيجة؟ قيمة الواي 6. الآن راح نرسم سالب 4 مع الصفر والنقطة الثانية سالب 2 وسالب وموجب 6، هذه النقطتين راح أوصل بينهم. لما وصلنا بينهم النقطتين، الآن نشوف منطقة الحل، هل هي الجهة اليمنى للجهة هذه أو الجهة اليسار؟ من يشاركنا في هذا منطقة الحل اللي خاصة بالمتباينة هذه، هل هي الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى؟ اليمين، صحيح، إذن الجهة اليمنى. الآن تبقى عندنا آخر متباينة اللي هي واي أصغر من 6 وأكبر من 3. نلاحظ هنا 3 و6، الواي محصورة ما بين 3 و6. نجي عشان نرسم المتباينة هذه، نجي عند الواي يساوي 3، 1 2 3، هنا نحط نقطة، وأيضا عند 6 نحط نقطة ونرسم المتباينة. إذن هذه المتباينة مثل ما هي موجودة، ظللناها باللون الأصفر. نلاحظ الآن المتباينات الثلاثة الآن تقاطعوا في منطقة واحدة اللي هي المنطقة هذه، نلاحظها بشكل أدق باللون الأحمر. المنطقة هذه الآن هل هي مغلقة أو مفتوحة غير محصورة؟ يعني احنا أخذنا في السابق أن المنطقة إما تكون محصورة مغلقة أو غير محصورة، مغلقة لأنها محدودة بقيود من جميع الجهات، صحيح. إذن هذه المنطقة. لو نلاحظ الآن الخطوة الثانية وطلب منا تمثيلها، مثلناها بيانيا، بعدين طلب منا إيجاد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، تمام، صحيح، مغلقة. الآن الطلب الثاني إيجاد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، كم رأس عندي الآن؟ مثل ما هو موجود عندنا في الرسم على شكل 4 رؤوس، نوجدها، نوجد احداثياتها. لو لاحظنا هذه النقطة هذه راح تكون 0 على الاكس 6 على الواي، والنقطة هذه لو اسقطنا عمود على الاكس يكون سالب 2، ومن هنا عمود على الواي بيكون موجب 6، اذا النقطة هذه سالب 2 و6. كذلك النقطة هذه اسقط عمود على اكس راح تكون سالب 3، واسقط منها عمود على واي راح تكون موجب 3، اذا سالب 3 وموجب 3. كذلك النقطة الأخيرة هذه 1.5 على الإكس و3 على الواي. الآن الخطوة القادمة إيجاد القيمة العظمى والصغرى. طيب كيف نوجد القيمة العظمى والصغرى؟ ناخذ النقاط هذه الأربع ونعوضها في هذه الدالة، راح يطلع معانا 4 قيم. الأربع قيم هذه بما أن منطقة الحل مغلقة، إذا في واحدة منهم عظمى والثانية صغرى. لاحظ عوض بالنقطة سالب 3 و3، لما عوض فيها في المعادلة هذه اللي راح تكون معانا سالب 18. كذلك لو عوضنا بس 1.5 و3، عوضها 1.5 مكان الإكس و3 مكان الواي راح يطلع معانا 0، وكذلك في المنطقة في النقطة الثالثة والرابعة. لو لاحظنا الآن أنا عندي 4 قيم اللي هي القيم هذه،
أربع قيم. القيم هذه في منها واحدة قيمة عظمى والثانية قيمة صغرى. من يقول إن القيمة العظمى بين القيم هذه الأربع من؟ وش أي قيمة منهم عظمى؟ صحيح يا مرام، القيمة اللي هي صفر هذه هي القيمة العظمى. القيمة الثانية الصغرى أصغر قيمة فيهم اللي هي أصغر قيمة، القيمة الصغرى الآن سالب 20 صحيح، اللي هي سالب 20. إذن بهذه عرفنا، بهذا المثال عرفنا كيف نوجد القيمة الصغرى والعظمى. نلاحظ ونكرر بما أنها منطقة حل مغلقة، إذن عندي عظمى وصغرى. لو كانت غير مغلقة ما راح تكون عندي الثنتين مع بعض، إما صغرى أو عظمى فقط. نجي الآن نرسم الدالة هذه. نقول نفس الفكرة، نبدأ بالجزء الأول نحوله إلى مساواة، بعدين نأخذ نقطتين، أي نقطتين صحيحة. أخذنا مثلا سالب 4 عوض بالإكس، سالب 4 راح يكون 3 في سالب 4 كم؟ سالب 12. انقص سالب 12 للجهة الثانية راح يكون موجب 12 بتكون صفر، النتيجة بتكون صفر، يعني 2 واي يساوي صفر. إذن الواي يساوي صفر، كذلك الصفر. لو عوضنا الاكس بصفر خلاص القيمة هذه تروح، يبقى عندي 2 واي يساوي 12. عشان أوجد الواي ايش راح أسوي؟ الآن لو عوضنا الاكس بصفر، لو عوضنا الاكس هذه بصفر نقسم، نقسم على ايش؟ صحيح، نقسم على معامل الواي اللي هو 2 صحيح، نقسم على 2. اذا سالب 12 تقسيم 2 سالب 6. الان راح نرسم النقطتين هذه بعد ما نحددها على الاحداثي اكس واي. رسمنا، الان راح تكون عندنا نفس الاستراتيجيات والخطوات اللي اخذناها سابقا. راح نحدد منطقة الحل، هل هي الجهة اليمنى هذه او الجهة اللي على اليسار. طيب راح اعطي القلم واحد عشان يلون الجهة المطلوبة. من يشاركنا في هذه؟ من يشاركنا؟ طيب شوف ان منطقة الحل هي المنطقة، اما هذه المنطقة او المنطقة هذه، فنشوفها مع بعض. منطقة الحل بتكون المنطقة اللي بالجهة هذه، اللي بالجهة اليمين تقريبا. ليش؟ نقول ليش؟ الان عندنا هذه متباينة، لو اخذنا اسهل طريقة لها ناخذ نقطة اختبار، نسميها نقطة اختبار، واسهل نقطة عندي اللي هي نقطة صفر وصفر هذه النقطة. خلينا نرجع خطوة. الآن أنا عندي إما هذه المنطقة أو هذه. لما أقول إن المنطقة هذه هي الآن، لما كيف أحكم إن المنطقة هذه الحل أو هذه؟ خذ النقطة هذه الصفر وصفر، نسميها نقطة اختبار. لو عوضنا هنا بصفر وصفر، عوض بالواي بصفر والإكس بصفر، هل تكون المنطقة هذه صحيحة أو لا؟ المتباينة هذه ما تكون صحيحة. ليش؟ لو عوضنا بالصفر وصفر بيكون 2 ضرب واي اللي هو صفر صفر، زائد 3 ضرب صفر صفر، يعني الصفر أكبر من 12. فعلا صحيح أن الصفر أكبر من 12. إذا راح نظلل المنطقة اللي تحتوي على النقطة هذه اللي هي المنطقة اللي بالجهة هذه اليمنى. طيب ننتقل للي بعدها اللي هي متباينة هذه باللون الاخضر، راح ناخذها نفس الفكره. ايوه سالب 12، صفر اكبر من سالب 12، عشان كذا قلنا المتباينه هذه صحيحه، النقطه اللي عوضنا فيها تحقق هذه المتباينه فعلا. اذا المنطقه هذه كلها منطقه حل، لو كانت غير صحيحه راح ناخذها هنا. راح نكرر الاختيار استعمال منطقه نقطه الاختبار هنا
في متباينة الثانية والثالثة عشان تكون واضحة أكثر. نجي الآن للمتباينة الثانية. نرسم، عشان نرسم نحتاج نقطتين. أي نقطتين تمشي معانا، لو أخذنا صفر، عفوا اثنين وصفر، عوض باثنين راح تكون ستة. ثلاثة ضرب اثنين كم؟ ستة. ستة ناقص ستة صفر. هذه هي الاستراتيجية الأسهل، بس تسهل علي الرسم، ولا أي رقمين صحيحة. ناخذ الآن الصفر نعوضه مكان الإكس، راح يكون ثلاثة ضرب صفر. ثلاثة ضرب صفر ناقص ستة. ثلاثة ضرب صفر صفر ناقص ستة، راح يكون الجواب اللي هو واي تساوي سالب ستة. نرسم الآن النقطتين هذه، اثنين مع الصفر والصفر مع سالب ستة، رسمناهم هذه. الآن راح أرسم خط مستقيم يوصل بينهم. الآن هنا راح نستعمل مرة ثانية نقطة الاختبار. نلاحظ هذا الخط المستقيم، نقطة الاختبار اللي راح ناخذها هي النقطة هذه اللي هي صفر وصفر. لو عوضنا هنا مكان الواي صفر ومكان الاكس صفر، هل هذا صحيح او لا؟ لو قلنا الصفر اكبر او يساوي، هذه راحت، تكون باقي عندي سالب ستة. اذا صفر، هل الصفر فعلا اكبر او يساوي من سالب ستة؟ صح او خطأ؟ هذه متباينة، هذه صحيحة او خاطئة؟ صحيحة. اذا بما انها صحيحة راح اظل المنطقة التي تحتوي نقطة صفر وصفر، اللي هي نقطة الاختبار اللي اخذناها. إذن هذه المنطقة الجهة اليسرى. نجي لآخر متباينة عندنا، هذه بنفس الطريقة نختار نقطتين نعوض فيهم. الآن راح نرسم النقطتين مع بعض، هذا طلع عندنا المستقيم هذا. نفس الشيء نختار نقطة اختبار، لو عوضنا الإكس بصفر والواي بصفر راح يكون صفر أكبر أو صفر أصغر أو يساوي من 12، هل هذا صحيح أو لا؟ صحيح. إذن راح أظل المنطقة اللي تحتوي على نقطة صفر وصفر، اللي هي منطقة الحل، اللي هي المنطقة هذه، اللي هي نقطة الحل، نقطة الاختبار عفوا. إذن الحل راح يكون بالشكل هذا. الآن نلاحظ أن في منطقة واحدة اشتركت فيها جميع مناطق الحل، جميع الأماكن المضللة اشتركت هنا في المنطقة هذه. نلاحظها بشكل أدق باللون الرمادي هذا. نلاحظ هنا يختلف عن المثال السابق، المثال السابق كان مغلق، الآن هذا إيش؟ مفتوح، منطقة غير محدودة. عندي رأسين غير محصورة أو غير محدودة. الآن عندي رأسين، الرأس الأول هذا اللي هو سالب 4 على الإكس وصفر على الواي، والرأس الثاني هذا اللي هو صفر على الإكس وسالب 6 على الواي. الآن عندي نقطتين، واحدة منهم فقط كبرى أو صغرى، بس ما في عندي كبرى وصغرى، عظمى وصغرى، إما عظمى أو صغرى فقط. نشوف مع بعض الآن كيف راح أحكم. لما عوضنا بسالب 4 في الإكس وقيمة صفر على الواي طلع معي سالب 36، لما عوضنا بالصفر والست سالب 6 طلع معي 36. إذا الآن عندي سالب 36 و36، أنا كيف راح في هذه الحالة كيف راح أحكم وين القيمة العظمى أو الصغرى؟ هل هذه قيمة صغرى وما لا يوجد عظمى، أو هذه قيمة عظمى ولا يوجد صغرى؟ هنا الإشكالية. عشان نتخلص من هذه الإشكالية، واضحة؟ عشان نتخلص من هذه الإشكالية راح نختار نقطة في المنطقة المفتوحة غير المحصورة، نبعد من المنطقة هذه اللي عند الرؤوس، نختار نقطة هنا. لو اخترنا مثلا النقطة هذه اللي هي 8 و0، نلاحظ ان قرر الان والحل الصحيح ان 36 قيمة عظمى. طيب ليش قيمة عظمى؟ ليه ولا توجد قيمة صغرى؟ ليش ما قلنا هذه صغرى ولا توجد عظمى؟ نلاحظ الان السبب، لو عوضنا بالنقطة هذه اللي هي 8 صفر على الاكس و8 على الواي راح يطلع. نعوض الان من هنا، صفر في الاكس خلاص هذه راحت، سالب 6 ضرب 8 راح تكون معانا سالب 48. اذا صار عندي نقطة اصغر من هذه،
إذا هذه ليست هي الصغرى. ليش؟ لأني لما عوضت بنقطة أخرى صار عندي أصغر منها، فمعناته فعلا توجد قيمة عظمى فقط ولا يوجد قيمة صغرى. الآن عندنا شيء يسمى يسمى البحث عن السعر أو الكمية الأفضل أو الأنسب لتقليل التكلفة أو زيادة الربح بالحل الأمثل. لما أكون صاحب منشأة أو صاحب مشروع أبحث دائما، إما أني أبحث عن شيئين، إما زيادة أرباحي أو تقليل التكلفة اللي بتكون عالية. هذا اللي هو يسمى بالحل الأمثل، ويمكن الحصول على ذلك باستعمال البرمجة الخطية اللي هو درسنا اليوم. عندنا خطوات معينة راح نتطرق إليها هنا، بعدين نطبقها في المثال. الخطوة الأولى حدد المتغيرات. الخطوة الثانية اكتب نظام متباينات خطية يمثل المسألة اللي عندي. الخطوة الثالثة مثل المتباينة بيانيا. الخطوة الرابعة إيجاد إحداثيات رؤوس منطقة الحل. الخطوة الخامسة نكتب الدالة الخطية التي نريد إيجاد قيمتها العظمى أو الصغرى. إذا كانت أرباح أكيد عظمى، وإذا كانت تكلفة أكيد صغرى، اللي هي نسميها بدالة الهدف اللي تكلمنا عنها في البداية. قلت لكم هذه تسمى بدالة الهدف في الحل الأمثل. نعوض عن إحداثيات راح يطلع معانا القيمة الصغرى أو الكبرى حسب المطلوب في المسألة. نجي الآن نشوف المثال هذا. المثال هذا عندنا صاحب محل خياطة عنده نوعين من الثياب، إما صغير أو كبير. النوع الأول الصغير في اليوم الواحد ممكن ينتج أقل عدد 600 وأكبر عدد 1500. تكلفة الثوب 55 الثوب الصغير. أما بالنسبة للثوب الكبير أقل عدد 800 وأكبر عدد 1700، والتكلفة زادت لأن ثوب كبير زادت إلى 95. الآن إذا كان عدد الأثواب المطلوب إنتاجها من المقاييس في اليوم الواحد لا تقل عن 2000 ثوب. 2000 ثوب أنا راح أبحث كصاحب محل الخياطة عن أقل تكلفة، لأن هذه عندي تكلفة ليست ربح، فراح أحاول أشوف أقل تكلفة. هل إني بس أستعمل الثياب الصغار أنتجها التكلفة هذه، أو بالثياب الصغار الكبار المقاس الكبير بالتكلفة هذه، أو أدمج ما بينهم؟ راح نشوف الحل الصحيح في الشريحة التالية. الآن أول خطوة تذكرونها تحديد المتغيرات. راح نسمي الثوب الصغير بالمتغير A. إذا نلاحظ أن الثوب الصغير A محصور ما بين 600 و 1500. الثوب الكبير قبل ما ننتقل للثوب الكبير نرسم الثوب الصغير، راح نحدده على محور X المحور الأفقي. أما بالنسبة للكبير راح نحدده على المحور الرأسي بالفي. الآن نجي رسمنا هذا لأنه محصور ما بين 600 اللي هنا و 1600. إذن هذه المنطقة اللي راح يكون فيها الشغل، راح يكون فيها الإنتاج. الآن نجي الفي اللي هو المقاس الكبير، رمزنا بالرمز فيه، راح يرسم على العمود الرأسي ما بين 800 و 1700. راح يكون من النقطة هذه إلى النقطة هذه رسمناه. الآن هل عندي قيود ثانية؟ نعم، عندي قيد جديد اللي هو من يذكرنا فيه. قلنا هذه في قيود جديدة عندنا ما أضفناه، باقي عندنا قيد ما أضفناه. من يذكرنا فيه؟ الشريحة الماضية تكلمنا عنه، اللي هو عدد الأثواب المطلوبة. كم مطلوب من ثوب؟ 2000. معناته عندي A زائد B لابد أقل شيء 2000، يعني 2000 أو أكثر. إذن A زائد B أكبر أو تساوي 2000. نرسم هذه الآن 2000. كيف راح نرسمها؟ نفس الخطوات السابقة، نحدد الـ A، نوجد الـ V، نحدد الـ A بأي رقم نبغاه، بعدين نوجد الـ V. حولناها إلى معادلة
عشان نستطيع نرسم. رسم الآن حددنا النقطتين هذه، راح نوصل بينهم خط مستقيم. إذن هذه المنطقة الآن تبينت عندنا، عندي ثلاث شروط كتبناها، تبينت عندي منطقة الحل عشان نعرفها أكثر اللي باللون الأحمر. عندي كم رأس الآن؟ نلاحظ 1 2 3 4 5 منطقة محصورة، 5 رؤوس. الآن عشان أعرف التكلفة الأقل تكلفة، راح أذهب إلى إيش ما سميناه بدالة الهدف. الآن أعوض في دالة الهدف اللي أعطاني إياها النقاط اللي أوجدناها، نقاط رؤوس منطقة الحل. نلاحظ النقطة الأولى أعطتني، لما عوضنا أعطتني 194,500، كذلك النقطة الثانية أعطتني 166,000. هذه الآن هل هي ربح ولا تكلفة؟ هذه النتائج، هذه هل هي ربح أو تكلفة؟ تكلمنا عنها في بداية السؤال في الجدول. هذه تعتبر إيش؟ تكلفة، تكلفة الأثمار المفصل اللي راح نفصلها. أنا كصاحب المشروع راح أسعى إلى إيش؟ تبنية التكلفة، أبغى أقل تكلفة تكون علي. إذا نختار أي خيار، من يشاركنا في الإجابة هذه؟ أي خيار، أي نقطة راح أخذها؟ طيب الآن القلم معك يا هبة، القلم معك، ممكن تأشرين على النقطة اللي تمثل أقل تكلفة. ممكن تأشرين بالقلم، القلم معك شغال. أيوة هي 142,000 هي أقل تكلفة فعلا موجودة عندنا. هذه قيمة عظمى أنا ما أحتاجها، أنا أحتاج القيمة الصغرى، وهذه القيمة الصغرى. إذا أقل تكلفة عندنا هي، نلاحظ قبل ما ننتقل لهذه، نلاحظ إن الآن هنا الـ A قلنا يرمز الـ إيش؟ الـ A للثوب الكبير ولا الصغير؟ الـ A للثوب الصغير، معناته راح أنتج عشان أقل تكلفة راح أنتج 1,200 ثوب صغير، ومعه راح أنتج 800 من المقاس الكبير عشان تكون أقل تكلفة عندي. مثل ما هو موجود عندنا 1,200 من الثوب من المقاس الصغير و800 من المقاس الكبير. الآن لو أخذنا المثال هذا، ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذا كان رؤوس منطقة الحل هي هذه النقاط الأربع، فإن القيمة العظمى للدالة، أعطاني الدالة هذه، القيمة العظمى للدالة وش راح تكون عند الخيار A ولا B ولا C ولا D؟ القيمة العظمى الآن لما أعوض بالنقاط هذه الأربع في الدالة المعطاة، القيمة العظمى كم راح تطلع؟ هل هي بتكون صفر؟ طيب الآن لو أخذنا هذه النقطة الأولى، لو أخذنا النقطة الأولى نص، واحد ونص عفوا، وثلاثة، واحد ونص قيمة الإكس وثلاثة قيمة الواي، نقول واحد ونص الآن نضربها في الأربعة، كم راح تكون؟ لما نضربها في الأربعة راح تكون 6، والثلاثة لما نضربها في 2 تكون كم؟ 6. إذن 6 ناقص 6 طلعت معاي 0، وكذلك النقاط الأخرى الباقية راح تكون معاي نفس النتائج هذه. إذن القيمة العظمى عندي هنا وين؟ A ولا B ولا C ولا D؟ هذا هو المقصود. إذن القيمة العظمى إيش؟ أي قيمة بينهم؟
اللي هي العظمى، ما عندنا 20، عندنا سالب 20. لابد نركز، سالب 20 عندنا وسالب 18 وسالب 12 وصفر. العظمى بينهم ايش؟ اي واحدة؟ اللي هي صفر، صحيح. الآن لما لو عوضناها بالشكل هذا ونشوفها مع بعض راح يطلع معانا النتائج. النقطة الثانية كذلك، النقطة الثالثة يطلع معانا سالب 18، والنقطة الرابعة يطلع معانا الصفر. إذا نلاحظ أن الإجابة الصحيحة هي الصفر، للقيمة اللي هي الخيار A. لو حبينا نحل هذه مع بعض اللي هي أكمل الفراغات، عندي ثلاث خيارات غير محدودة حل الأمثلة البرمجة الخطية، وعندي ثلاث جمل. لا نبغى نملي الجمل الفراغات بالكلمات والمصطلحات المناسبة لها. لو قلنا، لو قرأنا هذه هي الطريقة لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة تحت شروط معينة يعبر عنها بنظام المتباينات. وش هي هذه؟ وش هي هذه المنطقة؟ هل هي غير محدودة أو الحل الأمثل أو البرمجة الخطية؟ صحيح، البرمجة الخطية. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، إيجاد بعدين فراغ، يعني إيجاد هذا اللي في الفراغ اللي هو المصطلح اللي في الفراغ، يعني إيجاد السعر الأفضل أو التكلفة الأنسب باستعمال البرمجة الخطية. وش هو هذا اللي نوجده؟ يعني لي السعر الأفضل أو التكلفة الأنسب أو الأقل. فعلا صحيح، اللي هو الحل الأمثل. وفي النهاية اللي هو تسمى منطقة الحل المفتوحة غير محدودة. هذا الملخص اللي أخذناه الآن درس كامل. أخذنا أن البرمجة الخطية طريقة لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة تحت قيود معينة، وتوجد القيمة العظمى أو الصغرى عند الرؤوس فقط، عند رؤوس منطقة الحل. طبعا منطقة مغلقة، منطقة مفتوحة. المنطقة المغلقة نسميها محصورة بقيود، أو منطقة محلولة محدودة عفوا، هذه يكون فيها نقطة عظمى ونقطة صغرى بنفس الوقت. أما المنطقة الثانية بالشكل هذا، لأن بما أنها غير محدودة تسمى مفتوحة، إما عظمى توجد فيها إما قيمة عظمى أو قيمة صغرى فقط، لا تجتمع فيها القيمتين. طبعا نذكر بطريقة استعمال أو إيجاد الحل الأمثل، عندنا الخطوات الخمس هذه اللي أخذناها. أيضا إذا في سؤال أو استفسار ممكن